فيديو جديد يخص هذه المرة اللغة الفرنسية وبالضبط مكون ليكتور لننطلق على بركة الله. Identifier et lire un texte informatif et descriptif. Identifier, حدد, et lire, وقرأ, un texte informatif, نص إخباري et descriptif, ووصفي. عندنا واحد النص اللي غادي نقراه ونحاول نجاوبوا على الاسئله اللي مرتبطه بالنص. ولكن قبل ما نقراو هذا النص هذا كاين واحد الاسئله اللي كنجاوبوا عليها قبل القراءه، اسئله ما قبل القراءه، افون لا ليكتور، هي قبل القراءه، يعني غير انطلاقا من الملاحظه ديال العناوين والصور الى عندنا الصور وكنجاوبوا على هذه الاسئله هذه. جوبسيرف اي جو ديكوفير، الاحظ واكتشف. سؤال رقم واحد شنو كيقول؟ Observe le titre et l'image. لاحظ العنوان والصورة. Observe le titre et l'image. العنوان دائما كيكون مكتوب بواحد الخط مضغوط، يعني غليط شي شوية مقارنة مع الكتابة الأخرى. ها هو La pollution des océans. La pollution des océans. تلوث المحيطات. ثم ندوزو نشوفو الصورة اللي عندنا هي في الأسفل. غادي نعرضها لكم. صورة فيها مجموعة من الأشخاص يقومون بتنظيف جنبات المحيطات من بقايا البترولية، ومنهم من ينظف أيضا بعض الطيور التي لم تعد تقوى على الطيران بسبب هذه البقايا البترولية. الشيء اللي كان في الصورة انطلاقا من هذا العنوان ومن هذه الصورة، علاش ممكن يهضر النص يعني غير انطلاقا من هذا العنوان اللي قرينا قلنا تلوث المحيطات والصورة اللي شفنا، علاش ممكن هذا النص هذا يهضر؟ نقدروا نقولوا بلي هذا النص هذا غادي يتكلم لنا على اسباب ونتائج تلوث المحيطات، حيت حنا باقي ما قريناش النص غير من الصوره اللي شفنا ومن العنوان. نفترضوا نقولوا النص علاش يقدر يهضر، قلنا يقدر يهضر هذا النص على اسباب ونتائج تلوث المحيطات، يعني هذه الجمله هذه غادي نحاولوا نترجموها للغه الفرنسيه. Peut-être Le texte va parler sur les causes et les conséquences de la pollution des océans. ربما النص سيتحدث عن أسباب ونتائج تلوث المحيطات. هذا هو السؤال رقم واحد. سؤال رقم جوج. سؤال رقم جوج ماذا يقول؟ Quel est le titre de ce texte؟ كما قلت لكم قبيلة التيتر هو العنوان، دائما كيكون مكتوب واحد الخط مضغوط وكيكون في الأعلى. Ah ouais, la pollution des océans. Là, le titre de ce texte est la pollution des océans. On va mettre un sous-titre. Quels sont les intertitres? L'anawin sougra. Les kainin andna. L'anawin sougra les kainin andna. Ah ouais, kainin. كاينين هاد حتى هما كيكونوا مكتوبين بخط مضغوط ولكن كيكونوا صغار بالمقارنه مع العنوان الرئيسي. ها هما كاين عندنا لي ماغي نوار، وكاين عندنا لي دوشي ديزون، النفايات ديال المعامل. لي ماغي نوار، هاد لي ماغي نوار هي ملي كي كتكون كيوقعوا حوادث في عرض المحيطات، دوك السفن اللي كيكونوا محملين البترول وهاد المسائل هذه كيوقعوا لهم حوادث وكي يتفلت لينا ولا كيتسرب داك البترول في البحر وكيسبب ما يعرف ب هاد لي ماغي نوار. السؤال رقم أربعة يقول كونيتي دوتخو فورم دو لا بوليسيون لكال، هل تعرف انواع اخرى ديال اشكال اخرى ديال التلوث ما هي؟ كونيتي دوتخو فورم دو لا بوليسيون لكال. اضافه الى هاد تلوث المحيطات نقدر نلقاو تلوث الهواء، ثم ايضا تلوث التربه، يعني لا بوليسيون دير اي لا بوليسيون دو سول. هي مكتوبه هنايا. سؤال رقم خمسة نقولوا Il existe plusieurs formes de la pollution. On peut citer la pollution d'air, la pollution du sol. هناك عدة أشكال ديال التلوث. نضع من بينها la pollution d'air, تلوث الهواء, la pollution du sol, etc. هذا بالنسبة للسؤال رقم أربعة. السؤال رقم خمسة ماذا يقول؟ سؤال رقم خمسة choisis
La bonne réponse parmi les propositions suivantes. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. اختر الجواب صحيح من بين الاقتراحات التالية. Ce texte va raconter une histoire. سيحكي حكاية. Raconter une histoire. Donner des informations. عطينا معلومات. Expliquer comment fabriquer un objet. يشرح لنا كيفاش غادي نصنعوا واحد المنتوج او واحد الشيء معين. بطبيعة الحال النص هذا ما غاديش يحكي لنا حكاية وما غاديش يشرح لنا كيفاش نصنعوا منتوج. اذا غادي يعطينا دي زانفورماسيون. دوني دي زانفورماسيون. سو تيكست فا نو دوني دي زانفورماسيون. هذا النص غادي يعطينا معلومات. يعني لا بون ريبونس هو بي. هيا نشوفها لتحت 5 بي. نحن سألنا أسئلة ما قبل القراءة. يعني هاد لي 5 كيستيون حنا جاوبنا عليهم. خمسة الأسئلة هذه حنا جاوبنا عليهم. دابا غادي ندوزو ل جو لي اي جو كومبرون. يعني أسئلة اللي كتعلق بالقراءة ولكن قبل ما ندوزو ليها غادي نقراو النص وغنحاولوا نشرحوه وعاد ندوزو نجاوبوا على ديك الأسئلة. غادي نحاولوا نقراو في بادئ الامر قراءه سريعه بلا ما نشرحوا بلا ما والو. حتى الثانيه عاد نقراو بشويه ونشرحوا كل كلمه شكون كتعني. واخا La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usine. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans le fût, qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Il tue alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins, les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivent sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole engle leur fourrure ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler. Il peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants, englué et recouvert de taches noires, est vraiment très désolant. D'abord, on va voir comment on va voir toute la phrase. La pollution des océans. تلوث المحيطات. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. واحد الجزء مهم ولا جزء كبير من الكوكب ديالنا مغطى بالماء. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons. واحد الوسط اللي كيعيش فيه بزاف ديال السمك et de mammifères. Les mammifères هما الثدييات. كاع الحيوانات اللي كيولدوا وكيرضعوا كيتسموا دي ماميفير. مي مالوروزمون ولكن للاسف لوم بولي لا مير او ليو دو لا بروتيجي. لوم الرجل بولي لا مير يلوث البحار عوض ان يحميها او ليو دو لا بروتيجي. لي ديشي دوزون نفايات المعمل. Dans les usines, في المعامل, on se débarrasse parfois, نتخلص في بعض الأحيان, des déchets, من النفايات, en les mettant dans le fût, بوضعها في برامل, qui sont ensuite jetés à la mer, التي من بعد كان رميوها في البحر. Celle-ci devient un dépotoir. هذا الأخير devient un dépotoir. يعني هذا البحر هذا. كيصبح واحد بحال بغيت تقول واحد المستودع واحد الخزان ديال النفايات مال بروبر غير نظيفه.
يسمح ممتلئ بالنفايات الغير نظيفة، خزان أو مطرح، مطرح للنفايات الغير نظيفة. Mais lorsque suffit ولكن عندما هاد البرامل lorsque suffit sont percées عندما تثقب les déchets peuvent se répandre dans l'eau. النفايات peuvent se répandre ممكن أن تنتشر في الماء. Il tue alors وتقتل إذن des milliers mais l'élève du poisson et du mammifère comme le dauphin du milieu du poisson élève l'esmec mitl wa tadiyat mitl delphine. Les marées noires, les marées noires il y a واحد الظاهره ديال ملي كتنساكب لينا المنتوجات البتروليه في ولا البترول بصفه عامه في في البحر وكتولي واحد كيشكل واحد البقع سوداء وهذه في داخل البحر هذيك هي لي ماري نوار. كون دو بترول سو ريبان دو لا مير عندما ينتشر البترول في البحر سولا كوز اون ماري نوار هذا يسبب لي ماري نوار اون ماري نوار كي بولي لي كوت التي تلوث الجوانب. Les oiseaux et les animaux vivent sur ces côtes. الطيور والحيوانات التي تعيش على هذه الجوانب sont aussi touchées. هي أيضا كتقاس. Le pétrole engloutit leur fourrure. هذا البترول هذا كي غيس ولا كي غمس ولا كي بحال إلا كنقولوا ملي كتشد شي دجاج ولا شي طائر وكتخشيه في الزيت أو كتخشيه في العسل كيبقى يتلصق بحال هكا كديك هي أونغلي كيولي هذاك لوغ فوغيغ هو الفرو ديالها كيولي كيبقى يتلصق هو الريش ديالها أو لوغ بليم أونغلي لوغ فوغيغ أو لوغ بليم كيولي يتلصق ليها هذاك الفرو ديالها والريش ديالها. سو كي لي زومبيش دو ناجي الشيء الذي يمنعها من السباحة أو دو فولي أو الطيران. إي بو لي زومبوازوني ويمكن أن يسممها لوغسكيل إيسي دو سو نيتواي عندما تحاول أن تنظف نفسها. حيتاش عارف أن الطيور كتنظف نفسها بالمنقار ديالها يعني أي حاجة لصقات ليها كتحيدها بالمنقار ديالها وكتلاحها ولا شي حاجة ويقدر تبتلعو وهكذا يسبب لها تسمم. Le paysage de ces êtres vivants, le mandar ديال هاد الكائنات الحية, انغلي الملصقة ولا المغمسة, est recouverte des taches noires, مغطاة ببقع سوداء, est vraiment très désolant. حقا لهو مؤسف جدا. نقراو قراءة ثالثة وأخيرة. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Si le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usine. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans le fût, qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères. Comme les dauphins, les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivent sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leur fourrure ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler et peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englué et recouverte
du tache noir est vraiment très isolant. دابا حاليا غادي ندوزو نجاوبو على الاسئله اللي عندها علاقه بالنص، يعني انطلاقا من القرايه اللي قرينا غادي نجاوبو على هاد الاسئله هادي. Je lis et je comprends. اقرا وافهم. Comment s'appelle notre planète؟ شنو كتسمى الكوكب ديالنا؟ شنو كيتسمى الكوكب ديالنا؟ هادي ما كايناش في النص، يعني غادي نجاوبوها عليها غير من راسنا. معروفه الكوكب ديالنا اسم ديالو هو الارض، هو باللغه الفرنسيه لا تيغ. اذا notre planète s'appelle la Terre. Notre planète s'appelle la Terre. De quoi est-il recouverte en partie? واحد الجزء ديالو باش مغطى، يعني حنا قريناها قبيله في النص. ها هي اون غروند بارتي دو نوتر بلانيت اي ريكوفيرت دو. غادي نقولوا بلي هاد ال ريكوفيرت اون بارتي دو. ها هي الجواب ها هو ال سوا ال ريكوفيرت اون بارتي دو. يعني ريكوفيرت اون بارتي دو، يعني مغطات واحد الجزء ديالها مغطى بالماء. ثم غادي ندوزو دابا للسؤال رقم 8. شنو كيقول السؤال رقم 8؟ قال لك او لي زيزون مات تول لور ديشي. او لي زيزون مات تول لور ديشي، فين كتوضع المعامل هذيك النفايات ديالها؟ وكيفما قرينا قبيله في النص قلنا باللي هذيك المعامل كتخلص من النفايات ديالها بوضعها في براميل. ها هي دون لي زوزين اون سو ديباراس بارفوا دي ديشي اون لي ميتون دون لي فوز دون لي فو. لي فو هما البراميل. الجواب غادي يكون ها هو مكتوب امامكم. السؤال رقم 8 هو les usines mettent leurs déchets dans le fût. المعامل تضع نفاياتها في براميل. ثم غادي ندوزو السؤال رقم 9. السؤال رقم 9 ماذا يقول؟ où sont jetés les fûts؟ اين ترمى هذه البراميل؟ où sont jetés les fûts؟ في النص ها هي عندنا les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. يعني هاد البراميل ترمى من بعد من كيدار فيها داك الديشي ترمى في البحر. نقولوا بلي لي fûts sont jetés dans la mer. هو مكتوب قدامكم رقم 9. لي fûts sont jetés dans la mer. هيا لي fûts sont jeter. هنا كاين واحد الاس صغير وراه ما باينش، مابقاش لي ليسباس فين درسك نسيتها زدتها. دون لا مير في البحر. ثم غندوزو نزوزو السؤال رقم 10. السؤال رقم 10 شنو كيقول؟ كي بو تيل اريفي ا سي فو. شنو يقدر يحصل لهاد البراميل هادو؟ شنو يقدر يحصل ليهم من بعد ما كلوحوهم؟ شنو يقدر يوقع ليهم؟ ها هي كانت في النص، يعني قلت لك ما قلت لكم الاسئله كامله غنجاوبوا عليها غير من النص. هاد لي في هادو يقدو سون بيرسو، يقدو يتقبو، يعني نقولو سوفي هادو. السؤال ها هو رقم 10. سوفي بوف سو بيرسي، يعني هاد البراميل هادو يقدو يتقبو. ثم غادي ها هو السؤال رقم 10 واضح. ثم غندوزو للسؤال رقم 11. السؤال رقم 11 شنو كيقول؟ كاريفتيل الوغ او ديشي، يعني من بعد ما غيتقبوا هاد البراميل هادو شنو غادي يوقع لهاد الديشي هذا؟ هذوك النفايات وهادي شنو غادي يوقع لهم؟ ها هو السؤال. في السؤال ها هو انطلاقا من النص. هاد من بعد ما لي في ابيرسي قال لك لي ديشي بوف سو ريبوندغ دو لو، هاد لي ديشي هادو يقدو ينتشروا في الماء. يعني بطبيعه الحال من غادي تقبل لك البرميل اللي كاين فيه النفايات، النفايات غادي تخرج وغادي تنتشر في الماء.
هنا نقولوا بلي هذا السؤال رقم 11 لي ديشي peuvent se répandre de l'eau. Les déchets peuvent se répandre de l'eau. يعني السؤال رقم 11 هاد النفايات هادو يقدوا ينتشروا في الماء. دابا غندوزو ندوزو السؤال رقم 12. شنو كيقول السؤال رقم 12؟ كما قلت لكم هاد الاسئله كاملين ديال جولي اي جو كومبرون غنجاوبو عليهم غير انطلاقا من النص. كاريفتيل اوازو او بواسو اي او اي ا دوتر انيمو؟ شنو يمكن يوقع لهاد الطيور وهاد الاسماك وحيوانات اخرى؟ شنو يمكن يوقع لهم من بعد ما غادي يتلاوحوا دوك البراميل ويتقبوا وتنتشر دوك النفايات في البحر؟ الوغ شنو غادي يوقع من بعد هذوك الحيوانات اللي كاينين تما ودوك الطيور؟ طبيعه الحال غادي يموتوا. هو يقدر يقتلهم داكشي. قال لك il tue alors du millier du poisson et du mammifère comme le dauphin. يعني هادشي هذا ملي كيتسربوا دوك النفايات البحر كتقتل لينا بزاف الالاف ديال الحيتان وديال الثدييات كمثل مثل الدلافين. حنا غادي نقولوا في السؤال رقم 12 il peut mourir. يعني هاد الحيوانات هذه تقدر تموت. يعني ندوزو دابا للسؤال رقم هو il peut mourir. السؤال رقم 13 يقول كو بوتيل اريفي كون إليا ان اكسيدون دو باتون. شنو يقدر يحصل ولا ينتج ملي كتكون عندنا واحد الحادثه ديال السفن؟ شنو يقدر يوقع من بعد واحد الحادثه ديال السفن؟ هو حنا عارفين السفن كما قلنا كتكون محمله بالمنتوجات البتروليه حيت بعض الدول هي اللي كتنتج البترول وكتصدروا لدول اخرى كتهزوا في سفن، وديك السفن تقدر يوقع عليها حوادث. اذا هذاك البترول غادي تنتشر في الماء في البحر. يعني غادي نقولوا باللي ذاك ملي كتبقى عندنا شي حادثه ديال السفن هذاك لو بترول بو سو ريبوندر دون لا مير. يعني لو بترول بو سو ريبوندر دون لا مير، يعني البترول يقدر ينتشر في 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 البحر. في الجواب غادي يكون ها هو سؤال رقم 13 لوغ دون اكسيدون دان باتو لو بترول سو ريبوند دو لا مير. لوغ عند حادثة ديال واحد عندما تحدث لنا واحد الحادثة ديال واحد الباتو لو بترول سو ريبوند دو لا مير. البترول غادي تنتشر في البحر. هذا السؤال رقم 13. ندوزو دابا السؤال رقم 14. السؤال رقم 14 شنو كيقول السؤال رقم 14؟ يقول كومون تابيل طون سو فينومين. شنو كنسميو هاد الظاهره؟ يعني الظاهره اللي كينتشر فيها البترول او المنتوجات البتروليه في البحر في الماء، شنو كتسمى هاد الظاهره؟ هادي كتسمى كيف ما شرحت لكم قبيله لي ماغي نوار. يعني ملي كيتنتج عندنا ملي كيتسرب لنا اولا كينتشر البترول في البحر كتسمى كيشكلوا لنا واحد البقع سوداء داخل البحر كتسمى ديك البقع كتسمى لي ماغي نوار. سو فينومين ايت ابولي اون ماغي نوار. يعني سؤال رقم 14 هذه الظاهره تسمى اون ماغي نوار.